المسلم اللي بيلتز وبيشعر بالسعادة لما بيصير له إيذاء من أجل الله ومن أجل دين الله. قال ومن جملة المستهزئ كان المستهزئون ناس عم يذكروا عددهم، الأصح أنه ما ينذكر عددهم لأنه كل كافر كان إذا تمكن يستهزئ النبي، لكن راح يذكر بعضهم. قال من جملتهم عقبة بن ابن أبي معيط قال صنع مرة طعاما، عمل دعوة لأهل مكة وبالجملة كمان دعا النبي باعتباره يعني له مكانته له كيانه له شأنه في مكة. فلما صار وقت الأكل قال له تفضل للنبي، قال له أنا لست بآكل طعامك، وهي عند العرب أكبر عيب، أكبر عيب أنه واحد يدخل بيت الثاني وما يأكل من طعامه، وأظن لا تزال إلها أثر عند الناس. ما هي؟ بل أنا ما بأكل من طعامك، ما بشرب قهوتك حتى تقضي شغلي، ما هي؟ فقال ولماذا؟ قال له لا آكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا صاحب البيت ومن ألعن ومن أخبس الكفرة، لكن كمان يعني بشان كرامته أنه دخل بيته وما يأكل طعامه، فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. تفضل سيدنا. فأكل النبي من طعامه وانصرف الناس. قال وكان عقبة ابن أبي معيط صديقا لأبي ابن خلف، هذا كان من دعائم الكفر ورؤساء الكفر وزعمائه. فأخبر الناس أبيا بمقالة عقبة، قالوا له عقبة أسلم، وحكوا له القصة تبع العزيمة والطعام وإلى آخره. فأتى إليه وقال يا عقبة صبوت، يعني روحت دينك واستبدلته بدين محمد؟ فقال والله ما صبوت، ولكن دخل منزلي رجل شريف له مكانته يعني بمكة، فأبى أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم طعام فشهدت له، والشهادة ليست في نفسي. قال يعني رضيته بلساني لكن من قلبي. فقال له أبي وجهي من وجهك حرام، قال ما عاد لا بصاحبك ولا بجالسك ولا بزورك ولا شوفك ولا بتشوفني، إيه؟ إن لقيت محمدا فلم تطأ عنقه، إذا ما تدعس بنعلك على عنقه ولم تبصق في وجهه وتلطم عينيه، بدك تضربه وإلا أنا ما عاد في لا صداقة ولا صحبة ولا إلى آخره. فقال له عقبة لك ذلك. ثم إن عقبة لقي النبي ففعل به ذلك، ولما بصق عقبة لم تصل البصقة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وصلت إلى وجهه كشهاب نار فاحترق مكانها، رجع بصاقه إلى وجهه وصار محل البصاق اللي رجع عليه احتراق كأنه النار أصابت الوجه، وكان أثر الحرق في وجهه إلى الموت. وأنزل الله في حقه ويوم يعض الظالم على يديه ندما وحسرة يوم القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. مين فلانا؟ أبي ابن خلف.
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. شو المقصود من الذكر؟ القرآن. لو أنزلنا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالنبي ما صار جامع أبو النور وصلنا نصلي ونسجد ونتوضأ ونروح على الحج ونصوم رمضان هيك بالبلاش يا ابني. أي الإسلام ما وصل لهون إلا جماجمهم صارت مثل كرة القدم. هذا الإسلام حتى وصل للشام بجماجم الصحابة وروا الأرض بدمائهم، وهاللي فقد عيونه وهاللي فقد إيديه وهاللي فقد إجريه، تركوا نساءهم وأولادهم وما سألوا إلا عن إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هذا الإسلام يا أبني. أما محمد ابن محمود مسلم لا دخل مدرسة الإسلام ولا له معلم علمه الإسلام ولا مدرب. بتعلم واحد رياضة بدنية من غير مدرب؟ تعلم بسيط أيام من غير مدرب؟ المسلمين صفيانين، صفيانين من لا شيخ له فشيخه الشيطان. صفيانين في الجاهلية ويدعون الإسلام، فمن يدعي الإسلام وهو به جاهل ولفرائضه وواجباته تارك فهذا، ويدعي الإسلام فهذا اسمه في القرآن المنافق. بل المسلمين أقلية، لما المنافقين أقلية، مين الأكثرية؟ المنافقين بكلامهم بسمعهم ببصرهم بسهراتهم ببيعهم بشرائهم. لما يسمعوا الأذان ما بيجوا على الجامع، بتشوف على السينمات الشباب تجي قبل الفيلم بنص ساعة، ثلاث أرباع ساعة واقفين وبالشمس. وديش الفوتي على السينما؟ أبو غنين الشيخ عمر يعني، ما بتعرف الشيخ عمر؟ الشيخ بشير؟ مين ممكن يعرف يحكي لنا؟ خمس ورقات. لو صارت الفوتي على الجامع بخمس ورقات بفوتوا الناس يا ترى؟ في ناس بيبذلوا روحهم. طيب شو بيضر لو المسلم فات على الجامع يحط خمس، لكن خمس مرات كل يوم ما بيستطيع. لكن لازم المسلم يعرف ان السينما ما بتصير من غير مال. الفيلم بيجي من غير مال، المسجد بيجي من غير مال، بده خدم، بده موظفين، بده حرس، بده مهندسين، بده مشرفين، بده بناء، بده هذا بالنسبة لذاتية المكان. أما المسجد الحقيقي اللي هو مصنع لبناء الإسلام، هذا بده ابني مال بغير حساب. وين أغنياء المسلمين؟ وما شرط يكون غني الإنسان، لو أنفق درهم في بناء المسجد اشترك ثلاث أشخاص كانوا يعيشوا على مد اليد بالشوارع، يعني شحاتين. واحد منهم أظن توفى كان يعني عطيل، كان إيده فكحة وإجره فكحة، كان يلبس لفة غباني، تذكر شو اسمه؟ واحد كان يزحف على ركبتيه وإيديه، هذا من الجولان بدوي أظنه كمان لازم يكون توفى، ما عاد يجي على الجامع.